عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب الناس ملك الناس إله الناس. بسم الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أحمدك ربي حق حمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك في ملكك، وأصلي وأسلم وأبارك على صفوة خلق الله، على سيد الأولين والآخرين، على الرحمة المهداة إلى الخلق أجمعين. فاللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته وصحابته والتابعين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، رسالتي اليوم إلى الكافر. الكافر أيها الكافر، أنت على خطر عظيم، لأن أنت اللي جبت لنفسك. أنت الأصل فيك الإسلام، أنت اللي كفرت. كفرت يعني غطيت نعمة الإسلام عليك. عموما، عد إلى الله وتب إلى الله. سورة الأنفال: قل للذين كفروا إن ينتهوا عن كفرهم وغيهم يعني يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. الله عز وجل بيوضح إن الخلقة اللي خلقها بتنقسم قسمين، يا إما مؤمن يا إما كافر. طبعا الله خالق، قال في سورة الزمر: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، خالق جماد ونبات وحيوان وإنسان. أنا بتكلم عن الإنسان هنا، إن الإنسان بينقسم قسمين ذكر وأنثى، برضو بتكلم عن النوعين. في سورة التغابن يقول الله عز وجل: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. كافر ومؤمن. مين المؤمن؟ الذي يؤمن بالله عز وجل وبما أخبر به الله، بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر شره وخيره إلى آخر. مين الكافر؟ اللي غطى إيمانه. غطى إيمانه ليه؟ هو أصلا كان إيه؟ أصلا كان مؤمن. يقول صلى الله عليه وسلم: كل مولود، حديث صحيح، كل مولود يولد على الفطرة على الإسلام، فأبواه أبوه وأمه يهودانه يعملوا يهودي، يعملوا يهودي، أو ينصرانه يعملوا نصراني، أو يمجسانه يعملوا مجوسي. شو بقى أي يعني، والعياذ بالله حاجة. لكن مدام مش مسلم يبقى إيه؟ على ملة كفر والعياذ بالله. يعني إن الدين عند الله الإسلام. وربنا في سورة نفس السورة في سورة آل عمران، يعني نفس الآية سورة آل عمران: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالكافر اللي غطى إيمانه، اللي غطى إيمانه، يبقى الأصل فيه الإيمان. ولذلك شوف ربنا سبحانه وتعالى شبه الفلاح بأنه كالكافر بيغطي البذرة. يعني الفلاح مش معناه كافر بالله، يعني بيغطي البذرة زي الكافر ما بيغطي إيمانه. سورة الحديد يقول الله تبارك وتعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث. الحياة الدنيا كمثل غيث، زي مطر نازل من السماء. المطر ده نازل والفلاح حط البذرة وغطاها، فالمطر نزل طلع البذرة. فربنا سبحانه وتعالى شوف شبه الفلاح، قال على الفلاح ايه؟ كمثل غيث اعجب الكفار نباته. الكفار هنا يعني الزراع، مش معنوم انهم كفرة، لا، ده تشبيه ليهم. اعجب الكفار يعني الزراع نباته، ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما الى اخر الايات. فربنا شبه الكافر هنا، الفلاح بالكافر، لان الفلاح بيكفر البذرة، يعني يغطي البذرة. سبحان الله، تجد المعنى ده بالانجليزي كفر، كفر يعني يغطي، وتجده بالفرنساوي كوفريه برضو يغطي.
معناها يغطي. يغطي ايه؟ بيغطي اصلا الايمان اللي ربنا خلقه به، لان الاصل فينا ان احنا كلنا مخلوقين على الايمان وعلى الاسلام. سورة الاعراف: واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم، قبل ما يخلقنا خالص، واشهدهم على انفسهم الست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، في عالم الذر، ان تقولوا يوم القيامة ان كنا عن هذا غافلين، او تقولوا انما اشرك اباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، افتهلكنا بما فعل المبطلون. عشان ما تقولوش كده، ربنا سبحانه وتعالى في عالم الذر اخذ علينا العهد والميثاق ان احنا نؤمن به ونبقى موحدين بالله تبارك وتعالى. فبقول للكافر: انت غطيت ايمانك امتى؟ لما كفرت بالله. امتى؟ لما كذبت الله. امتى؟ لما ما امنتش بالله. يعني الله عز وجل مثلا يقول في سورة البقرة: ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ها، ولكن البر من امن صدق. انت كذبت، الكافر بيكذب، ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكة والكتاب والنبيين. انت امنت بدول تبقى مؤمن، ما امنتش بدول وكفرت بيهم والعياذ بالله تبقى كافر، تبقى كافر. ولذلك الله في سورة البقرة في اخرها برضو يقول: امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون. امن الرسول يعني صدق، لان الايمان هو التصديق الذي لا يعتريه شك. عشان كده ربنا في سورة التوبة بيقول على سيدنا النبي عليه السلام ايه: قل هو اذن خير لكم. مش اصلهم المجرمين قالوا على سيدنا النبي ودني، ودني يعني ايه؟ يقولون هو اذن. الله عز وجل رد قال: قل هو اذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. يؤمن بالله يعني يصدق بالله، ويؤمن للمؤمنين يعني يصدق المسلمين لما يكلموه. يعني اي مسلم بيكلم سيدنا النبي عليه السلام فالنبي بيصدقه، فيؤمن للمؤمنين، ده معنى الايمان. يعني هنا في سورة البقرة بقى: امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون، ها، كل امن صدق بالله وملائكته وكتبه ورسله. بص الآية بقى: لا نفرق بين احد من رسله. لا نفرق بين احد من رسله يعني يعني نؤمن بالرسل كلهم، كل الرسل. طب ولو فرقنا؟ يعني ايه فرقنا؟ يعني واحد هيقول لك انا هقف عند سيدنا عيسى مش هؤمن باللي بعد كده، واحد قال لك انا هقف عند سيدنا موسى مش هؤمن باللي بعديه، واحد تلاقيه واقف على سيدنا نوح اول الرسل قال لك مش مؤمن ولا رسول باللي بعديه. ها، يبقى ده عمل ايه بقى؟ كذب الله. كذب الله لما قال في رسل ودول رسل يؤمنوا بيهم، كذب الله، يبقى كافر. انما المؤمن: لا نفرق بين احد من رسله، وقالوا سمعنا، اللي ربنا قالهن، واطعنا، غفرانك ربنا واليك المصير. طيب اللي هيفرق في رسل الله هيبقى كافر. بص الايه في سورة النساء بقى: ان الذين يكفرون بالله، يكفرون بالله ورسله، ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله، ها، يفرقوا بين الله ورسله، ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض. انا واقف لغايه هنا بس، لكن اللي بعد كده لا، نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا، اولئك هم الكافرون حقا، اولئك هم الكافرون حقا، واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين امنوا بالله، ده المؤمن بقى، والذين امنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين احد منهم، امنوا بالرسل كلهم، ها، اولئك سوف يؤتيهم اجورهم وكان الله غفورا رحيما. اذا المؤمن اللي بيؤمن بكلام الله، والكافر اللي بيكذب بكلام الله. ربنا في نفس سورة النساء يقول: يا ايها الذين امنوا امنوا بالله. طب هم امنوا، يبقى امنوا ازاي يعني؟ يعني يا ايها الذين امنوا اثبتوا، لان المؤمنين كمل ويكملهم الله بالايمان. او يا ايها الذين امنوا امنوا يعني اثبتوا على الايمان ده. عشان كده انت في سورة الفاتحة بتقول ايه؟ اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا، هو انت ما اهتديتش لسه؟ لا انا مهتدي الحمد لله. امال بتقول اهدنا ايه؟ اهدنا ليه يعني؟ يعني ابقنا يا ربي على الصراط المستقيم، خلينا يا ربي على الصراط المستقيم. ده المقصود بكلمة اهدنا. اهدنا يعني ابقنا على الصراط المستقيم.
ان الذين، علشان كده ربنا قال يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله، ها سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، والكتاب الذي نزل على رسوله، يعني نزل القرآن منجما على مدى 23 سنة ما نزلش مرة واحدة، والكتاب الذي انزل من قبل، كانت الرسل كلها الرسل بالرسالات السابقة كانت تنزل كلها مرة واحدة، والكتاب الذي انزل من قبل، ومن يكفر بالله، ومن يكفر بالله اللي مش هيصدق بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا مبينا، واضح ضلال واضح، بعد عن الله فما خدش بالله فكفر بالله. ولذلك شوف سورة البقرة، الله ولي الذين آمنوا، بيعمل معهم ايه؟ يخرجهم من الظلمات الى النور. بص الظلمات جمع ظلمة، ظلمة الكفر والشرك والفسق والنفاق، يخرجهم من الظلمات الى النور، نور واحد. والذين كفروا والعياذ بالله اولياؤهم الطاغوت، طاغوت شياطين، بيعملوا معهم ايه؟ يخرجونهم من النور، نور نور واحد اهو، الى الظلمات. والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون والعياذ بالله. فخلي بالك يا كافر، انت بعدت عن الله، انت كفرت بالله، انت غطيت ايمانك، انت غطيت ايمانك، عد الى الله وامن بالله تبارك وتعالى وصدق بالله عز وجل، يوم ربنا ينور لك بصيرتك وينور لك طريقك. الله يقول سورة الانعام، او من كان ميتا، ميتا بياكل ويشرب بس لكن بعيد عن الله فاحييناه، بقيت حي. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام يقول مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت، صحيح البخاري، حي مع الله، ميت كافر، ما هو بياكل ويشرب زي اي حيوان بياكل ويشرب، ايه المشكلة يعني؟ هتقولي معاك الدنيا، طب وقيمتها ايه؟ ما النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لو كانت الدنيا تعدل عند الله، حديث رواه الترمذي، لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، ما سقى كافرا منها شربة ماء. لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح الناموسة دي كان خسارة في الكافر يشرب فيها شوية مية، والله. انما ده انا شايفين ده ربنا بيديها، خد يا اخوي، خد الدنيا باللي فيها كلها، بس انزل بيها تربتك لو جدع، يبقى لما وانزل بيها تربتك، مش هينفعك الا الايمان، مش هينفعك الا الايمان بالله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يقول ايه؟ الدنيا سجن المؤمن، جنة الكافر. سجن المؤمن يعني ايه؟ يعني مهما المؤمن كان في نعيم هنا، لو قست النعيم ده بنعيم الجنة يطلع ولا حاجة، لان ده جنة بقى سبحان الله، ما لا عين رأت ولا اذن سمعت وما خطر على قلب بشر. يبقى مهما الدنيا كان المسلم كان في نعيم هنا، لا 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 لا، ده ولا حاجة بالنسبة للآخرة. طب والكافر؟ مهما الكافر كان في، يعني هات الكافر كده وخليه في ضنك ضنك ضنك، جنة الكافر. الضنك اللي هو فيه في الدنيا هنا ان شاء الله بياكل تراب، ده بالنسبة للزقوم يبقى ايه؟ يبقى جنة. ان شجرة الزقوم طعام الاثيم والعياذ بالله، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه الى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، ذق انك انت العزيز الكريم، ان هذا ما كنتم به تمترون. شجرة الزقوم اللي هي ربنا سبحانه وتعالى بيقول فيها اذلك خير نزلا ام شجرة الزقوم، الاولين سورة الدخان اللي جاية دي، اذلك خير نزلا ام شجرة الزقوم، سورة الصفات، إن جعلناها فتنة للظالمين، عذابا للظالمين، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم والعياذ بالله، جدرها في جهنم طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. ليه؟ إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون. ودي نقطة مهمة، لما تسأل واحد كافر وتكلمه يقول لك بقول لك ايه، انا يعني ابعد عني، ابعد عني الله يكرمك، انا طلعت لقيت ابويا كده فبقيت كده، مش انت طلعت لقيت ابوك مؤمن بقيت زيه، انا بقى كده خلاص، ما كل واحد فينا بيطلع زي ما ابوه بيطلع، ايه اللي زي ما ابوه بيطلع، انا ماله مال ابوي، هو ان وجدنا اباءنا على امه وان على اثارهم مقتدون، لا لا، كل واحد
وما ربنا جعل لك عقل ليه؟ لما كنت تمشي ورا ابوك وخلاص زي قطيع ماشي كده والبقر بيشده والبقر كله ماشي ورا بعض. لا لا، ده انت بتفكر، ما ربنا جعل لك عقل ليه؟ بفكر. طب ما احنا شفنا ناس كتير جدا جدا اسلموا وكانوا كفره ومن عيله ومن عائلات كفره. ها يبقى اقول انا ان ابويا كده ولا انا كذا؟ لا. طب ما في سوره الشعراء واتلوا عليهم نبأ ابراهيم اذ قال لابيه وقومه ما تعبدون، ما تعبدون؟ ايه الخيبه اللي انتوا فيها دي؟ تعملوا ايه؟ قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاكفين. قال هل يسمعونكم، هو ده العقل بقى، ها هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون؟ ردوا قالوا ايه بقى؟ انت هتعمل لنا فيها شيخ؟ انت جاي على اخر الزمن بقى وحماه؟ قالوا بل وجدنا اباءنا كذلك يفعلون. والله بقى وابا بنعمله كده والناس كلها بتعمل كده، والمثل بيقول لك مطرح ما ترسي دق لها، وان كان شيخك عجل تشعلق في ديله، وان رحت بلد بعبود العجل حش واديله، انا اللي اتجوز امي اقول له يا عمي اصل. لا 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 لا، مش احنا كل الكلام ده كلام باطل باطل لا ناخذ به. انت بتقول ان وجدنا اباءنا على امه وان على اثر مقتدون؟ لا والله ما هينفعك الا عملك الصالح. يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم، سوره الشعراء. فخلي بالك من الامر ده عشان ما تتعللش وتقول والله اصل انا لقيت ابويا كذا وانا لقيت كذا. انت مالك انت مسؤول بنفسك. الله في سوره الانعام يقول ولقد جئتمونا فرادا، مش هتجيب لي ابوك معاك في الاخره وعيلتك كلها، ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مره وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. انت لوحدك في الاخره، كما قال الله في سوره مريم ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم اتيه يوم القيامه فردا. سبحان الله، اسمع الحديث ده. يقول صلى الله عليه وسلم ياتي النبي يوم القيامه ومعه الرهط. الرهط من 3 لـ9، يعني يجي نبي ربنا ارسله في امه امن بيه 6 7 بالكثير 9، وياتي النبي يوم القيامه ومعه الرجلان، 2 بس امنوا بيه. وياتي النبي يوم القيامه ومعه الرجل، يا ربي مفيش الا واحد بس، واحد بس امن بيك وهو على الحق، وهو والنبي هيخشوا الجنه والباقي كله جهنم. يعني العمليه بالكثره، وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. سوره المائده قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثره الخبيث. فاتقوا الله يا اولي الالباب، خلي عندك عقل. ده بص تاني، وياتي النبي يوم القيامه وليس معه احد. النبي جاي لوحده كده، ايه ده؟ مفيش ولا واحد امن بي يا رب، يا ربي سبحان الله. يلا يلا خلاص، انت تخش الجنه وكله يخش جهنم بعد كده. عايز اقول لك بس عشان ما تتكش على الحته دي وتقول لي بقى لا اصل والله انا طلعت لقيت كده وابائنا كده واجدادنا كده طب انا هعمل ايه اصلا؟ انا يعني لو كانت، لو مفيش، لو فكر، ده دينك انت، في حاجه اعز عندك من الدين؟ فخلي بالك من الامر ده، ان الله تبارك وتعالى امرنا بالايمان وحثنا عليه وحرم علينا هذا الكفر والعياذ بالله، لان عاقبته في الاخره شديده جدا 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 جدا. يعني الله عز وجل في سوره الزمر يقول وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا، جماعات جماعات كفروا، وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا حتى اذا جاءوها، اول مصيبه هتحصل لهم خضه، فتحت ابوابها، كانت الابواب مقفوله كده مش حاجه، فتحت صدمه شك، فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. متكبرين، مين المتكبر؟ اللي شايف الحق ومش عايز ياخد به. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. قال رجل يا رسول الله إني أحب أن يكون ثوبي نظيفا ونعلي نظيفا. قال ليس هذا من الكبر، إن الله إن الله جميل يحب الجمال. أمال الكبر إيه؟ الكبر إيه عشان تعرف إن الكافر متكبر؟ الكبر بطر الحق وغمط الناس، الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني ايه؟ احنا
احنا في كلامنا نقول ايه؟ هو فلان ده متبطر عن نعمة اللي ربنا عطاها له ليه؟ انت متبطر عن نعمة؟ فالكبر بطر الحق، انت متكبر على الحق ليه؟ لا اله الا الله وحده لا شريك له، مش عاجبك في ايه دي؟ ها؟ أأرباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار؟ سورة يوسف. يبقى انت متكبر عن الحق ليه؟ يبقى الكبر بطر الحق، شايف الحق قدامك اهو ومتكبر عليه، زي ابليس شايف الحق وعمال يقول خلقتني من نار وخلقته من طين والنار اعلى من الطين، ازاي الاعلى يسجد الادنى، المفروض الادنى يسجد الاعلى، وعمال يفبرك وبين ذلك سوف ان وهكذا رايتم براحتك، لكن في اخره، انت عامل دلوقتي لبلو وعمال تتكلم لكن في اخره. فالكبر بطر الحق وغمط الناس، غمط الناس يعني ظلم الناس. خلينا بس بطر الحق الاول. يبقى انت يا كافر شايف الحق قدامك، شايف الحق قدامك وعارفه كويس قوي، طب وليه ما بتاخدش بيه ليه؟ ها هتقولي لا ما اصل مش واخد بالي، ما كنتش عارف. الله عز وجل في سوره البقره يقول: ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا. كفارا ليه؟ حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. اها يعني عارفين؟ ايوه عارفين. الله عز وجل يقول: فانهم لا يكذبونك، فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولذلك ربنا فضح الكافر وقال، قال شوف بقى هو علاقته بينا ايه، وهتشوف دلوقتي علاقتنا احنا بيه ايه. علاقته بينا: ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من 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 للتبعيض من خير من ربكم. ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم. ما يودناش الخير ابدا ابدا. سورة البقرة: ولن ترضى عنك، دي سورة البقرة اللي فاتت برضه، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل ان هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. لما يكون في حق يبقى اتبع الحق ومش عليه، لا يمكن حيرضوا لك الخير دول. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. وسورة المائدة: لتجدن أشد الناس عداوة للذين أمنوا اليهود والذين أشركوا. لا يتمنوا لنا الخير، ده هم طريقتهم كده. لكن شوف احنا بقى معاهم، المسلم بقى علاقته ايه بالكافر؟ اولا مفاصلة في العبادة: قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون انا ولا انتم عابدون ما اعبد انتم. طب يمكن ده دلوقتي، لكن بعد كده يمكن تغير رأيك يعني. ولا انا عابد في المستقبل ما عبدت، ولا انتم عابدون ما اعبد، لكم دينكم ولي دين. يعني ايه لكم دينكم؟ لكم شرككم، لكم كفركم، ولي دين لي الاسلام. دي المفاصلة. لكن ادعوه واقول له تعالى امن بالله، خلي بالك عاقبتك وحشة، انت بتغطي ايمانك. الله عز وجل يقول موضحا: لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة. دي الاثنين في سورة المائدة، ده واحدة في 17 والتانية 71. لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة وما من اله الا اله واحد وان لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب اليم. افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صديقة. ستنا مريم كانا الاثنين يأكلان الطعام، مدام بيأكلان الطعام يبقى هيروح دورة المية. طب في اله بيروح دورة المية؟ انظر كيف نبين لهم الايات ثم انظر انا يؤفكون. ونقول له كده ما نكسفش عشان ننقذه، يا رب ينقذوا من النار. احنا قلبنا عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يقول: والذي نفسي بيده لا يسمع بي احد من هذه الامة يهودي او نصراني ثم لم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار والعياذ بالله. حديث صحيح والقرآن واضح في ده. احنا بنقرأ الفاتحة كل يوم: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم المؤمنون غير المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين النصارى. قال صلى الله عليه وسلم في التفسير: ان اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. فناخد بالنا من الامر ده. ايها الكافر تب الى الله، عد الى الله،
يغفر الله تبارك وتعالى لك، بل يقلب لك كل السيئات والمعاصي اللي انت عملتها والكفر اللي كنت فيه كمان حسنات لو صدقت التوبة. الله عز وجل يقول سورة الأنفال: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب، وفي قراءة يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.